أسعد الله صباحكم متابعينا متابعين بوابة الأردن جوردن جيت. اليوم متجهين إلى قصر الحرانة الذي يبعد عن عمان 67 كيلو. نحن الآن قريبين على بعد 1 كيلومتر من قصر الحرانة الذي يبين على الشاشة الآن. أسعد الله صباحكم متابعينا متابعين قناة جوردن جيت بوابة الأردن. نحن الآن متواجدون من أمام هذا القصر والذي يسمى بقصر الخرانة والذي يبعد إلى الشرق من العاصمة الأردنية عمان بحوالي 65 كيلو متر. لا شك أن الأمويين قد بنوا القصور الصحراوية لغايات معينة، منها الابتعاد عن الحياة الصاخبة في عاصمتهم دمشق والبحث عن الهدوء، ومنها الاستجمام والترفيه، ومنها تعليم أبناء الخلفاء الشدة والفروسية، ومكانا للخليفة للاستماع لشكاوي ومظالم ومتطلبات القبائل البعيدة عن دمشق. يبعد هذا القصر كما ذكرنا 65 كيلو متر من الشرق من العاصمة الأردنية عمان، ويعتبر هذا القصر واحد من أكثر القصور الصحراوية مهابة واكتمالا، ولم يتأثر كثيرا في الحقيقة بالعامل الزمني، كما يبلغ طول الضلع الواحد لهذا القصر أكثر من 30 مترا ويحتوي على أبراج دليلا على مساحة وكبر البناء. وصلنا الآن لقصر الحرانة. أول ناس بدنا نفتح القصر هسه مع بعض. يلا سمي مشاهدنا العزيز هذا القصر بقصر الخرانة، وذلك نسبة لصغير الأرنب البري والذي عاش في هذه المنطقة والذي كان يسمى بالخرنق وجمعه الخرانق، وسمي هذا القصر بهذا الاسم من قبل السكان المحليين، وبعضهم يسميه بالحرانة، وذلك نتيجة لوجود الصخور السوداء والتي تسمى الحرة. وبني هذا القصر في الفترة الأموية وتحديدا في القرن 8 الميلادي، ويتألف كما ترى عزيزنا المشاهد من طابقين ومجموعة كبيرة من الغرف، مما يعطي دليلا على أن القصر كان عبارة عن خان للمسافرين على طريق يعرف تاريخيا باسم طريق الحج الشامي، والذي يسلكه المسافرين من دمشق مروراً بالأردن قاصدين مكة المكرمة. المعماري الإسلامي في البناء، ونلاحظ عزيزنا المشاهد على غرف القصر أنها كانت تحتوي على بهو واسع، حولها مجموعة من الغرف،
إضافة لذلك نشاهد النظام الهندسي وهو نظام التهوية المستعمل عن طريق الثقوب. كما نلاحظ عزيزنا المشاهد في هذا البهو الواسع هو طريقة عزل الأسقف بطبقات جصية، مما أعطى القصر الاستمرار على مر الأزمنة دون أي أضرار. ما نراه الآن مشاهدون العزيز هو هذا النقش الذي استخدم في الفترة الأموية والذي يؤرخ لتاريخ بناء القصر، وتحديدا كما ذكرنا في بداية الفيديو في القرن الثامن الميلادي، وما زال هذا النقش مستمرا على ما هو الآن. ما نراه الآن من فتحات لإدخال الهواء من دون أتربة، وذلك بسبب شكلها الهندسي، حيث أنها كانت ضيقة من الخارج وواسعة من الداخل، وليس لرمي السهام كما يبدو للبعض، لأن الموقع كان خانا للمسافرين كما ذكرنا وليس موقعا عسكريا. فهذه الأبراج التي رأيناها من قبل كانت مغلقة وليست مفتوحة للمراقبة، أو الغاية منها كانت لتدعيم المكان والمنظر الهندسي الجميل للموقع. احتوى موقع قصر الخرانة مشاهدونا العزيز على إسطبلات لاحتواء الخيول والجمال التي كانت تخص المسافرين المقيمين لفترة قصيرة في القصر، مما يعطيك دليلا أن القصر كان مهيئا لجميع سبل الراحة والاستجمام والهدوء الذي يحتاجه المسافر.